فلسطين لها تاريخ في رياضة مصارعة ذراعين، وإن شاء الله إحنا اليوم بصدد عمل بطولة الوفاء للشهداء. فلسطين شاركت في عدة بطولات عام 1997 بطولة العالم في الهند، وقدرنا نحصل مركز سادس عالم. لعبنا بطولة العالم 1998، حصلنا على مركز خامس عالم في بطولة العالم، والعديد من البطولات العربية، مركز أول على العرب ومركز أول على أفريقيا والعرب. لعبة مصارعة ذراعين حلوة، لها قوانين، يعني لعبة شعبية، الأطفال بيحبوها في الشوارع، وإحنا زمان كانت اللعبة مطفية وإحنا طورنا منها. فيش مجال إني أشارك، يعني لو إنه مثلاً الإيد الواحدة مثلاً لكان شاركت فيها، بس فيش إمكانية إني أشارك بالمرة، حتى الإيد اللي بلعب فيها صورت فيها. أنا اللاعب يوسف إياد الأشعل، وبطل لعبة 4 مرات، وإن شاء الله بنرجع للعبة هذه بعد ما نقف على رجلينا. إيش مشاركين؟ هاي والله كيف النفسية؟ 100% بنادم زيه زي 100% هاي الصحيح، ما شاء الله ما شاء الله.